جدا جدا. قد نشترك كلنا في الموسيقى، غاز مشترك بيناتنا، لكن انا بالنسبه لي بشوف انه انا الفرق بيني وبين الثلاثه دي الفرق السماء والارض. نعم. يعني انا بفتكر انه الموسيقى بالنسبه لي كانت ربنا، كانت بالنسبه لي كمعبر، انا اتعلمتها انا بعد ما فقدت بصري. بدليل انا اتنكرت لها هسه، يعني انا ليه بلغت تعبيري يا استاذ ادريس، اتنكرت لها لي 7 8 سنين، انا براتك حتى اورجن تجد لها املكه استنى لكن يعني الان نشرته من الجول، هو نشرتني بس يعني ربنا بعت لي في وقت عشان تنشني، بس كانت بس معبر. وهسه انا وقتها انا اتنكرت لها، دلوقتي استاذ عوض رجع ربيع عاطف ديل، انا بحس انه الموسيقى دي من دواخلهم، يعني اساتذه فيه، يعني لو توفر لهم موضوع التدريب كنا بنتكلم عنه قبل ده، انا متاكد تمام زي استاذ عوض ده ما كان ساير في بيتهوفن. يا سلام. يعني الناس دي جد انا بحس انه هم مطبوعين، يعني مطبوعين، يعني طلعوا حاجات يعني في زمن وفي وقت في ظروف غير تختلف. يا سلام. فلو في نظر اكثر، ولكن الناس ممكن يكونوا واجد. انا بقدر اقول انه اللي احنا اكتسبنا الحاجه دي بانه احنا ما موفر لنا الوضع اساسا زي العصا البيضاء، لا سما طبقت في البلد، يعني ده تعبر الشارع قانون لحد اللي يعني مثلا في صعاب، في صعاب شديده جدا جدا في بنجي نحن للموضوع ده لانه يعني يعني احنا مثلا يعني بنحاول المظالم دي بنجاها، لكن انا حقيقه لسه انا داير افتشكم يعني جدا فتش يعني مثلا يعني عوض انا مهتم جدا، انا مهتم جدا انه الاخ عوض فنان ومثقف وقادر يفصح عن نفسه، يمكن عند كثيرين ما نلقى القصه دي. عوض انا هو سؤال اقرب للفلسفه، انت الان بتقدر كيف تدرك داخليا الاشياء والمعاني؟ يعني مثلا يعني لو دارين نوصل القصه دي للمشاهدين بطريقه اظرف وادنى، يعني كيف يتخيل عوض الوردة مثلا، وكيف يعبر عن قيم الجمال؟ الجمال ما قيمة والوردة أشياء. يعني الحاجة الثانية الصفات، القبحي عندك شنو، الجمال عندك شنو، المسألة دي داخليا انت مرتبة في نفسك عاطفة وعقلا كيف؟ والله طبعا ارجع لك جبال زي ما قلت لك، يعني تطويع باقي الحواس عامل اساسي جدا جدا. يعني انا تعاملي مع الزهور والورود خلاف المساله بتاعت اني بشم ريحتها، يعني برقه شديده جدا جدا انا بتلمس الورود يا استاذ حسين، و الوردة الزابلة أول أقرب لأنها تزبل من الوردة المتفتحة بقدر أعرفها. جميل. من خلال ملمسي، كل ما الوردة ازدادت نعومة في اللمس بتاعي لها وأوراقها أو الرقيق من أوراقها والأوراق الصغيرة فيها، كل ما ازدادت نعومة ولقيت فيها أنا ده معناها الوردة دي أكيد هي لسه شباب حمراء، واكيد هي حية بها من الحياة والحيوية. اضيف بعد ذاك يعني جوانب اخرى، مسألة انه في ورود عندها روائح طيبة وزكية، يعني الزول ممكن يدرك كنهها ويتسرب الجمال من خلال هذا الحس لدواخله، يعني يقدر يحس بانه فعلا الوردة دي مليئة بالحياة يعني. والوجوه، وجوه الناس يعني. بس رجعت وجوه الناس دي انا والله صراحه يمكن لعدم الرؤيه، يمكن بعد ذاك المسائل بتبقى مساله بتاعت كيمياء، يعني كيمياء نقدر نقول هي كيمياء حيويه بتتسرب لي من خلال تعامل الزول. يعني انا صوت الزول ولمسه ايده لي لما اسلم عليه بقدر اعرف الزول ده لو متخطب او الزول ده لو قبلان اني انا انه فعلا يعني يسلم علي او عنده رحابه وعندي جواه. بتعرف انه الزول أيوة أيوة بجاملك ولا أيوة ولا أيوة نعم 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 ولا احساسه حقيقي. أيوة أيوة بتعرفها كيف؟ قلت لك دي يعني لحظه يعني بتختلط فيها الكيمياء مع المشاعر واحاسيس انت بتحسها والتصوف من خلال حاجات كثيره كده. نعم. والقيم برضه القيم، يعني مثلا
القيمة بتاعت الإحسان، القيمة بتاعت التجويد، القيمة بتاعت الصدق برضو بتقوم في ذهنك. طبعا طبعا طبعا، انت بس شفت تطويع باقي حواسك دي يا أستاذ حسين، وبرضو بتعتمد تماما على مدى فطنتك ومدى يعني قدرتك على قراءة قرائن الأحوال الحواليك اللحظية يعني. دي بتساعدك كثير جدا جدا، قرائن الأحوال ورد. أنا أفتكر المقام ده يعوض مقام غنى يعني. أنا داير أذكر الناس إنه الأخ عوض يعني أصلا أتى فنان جاي يغني، جاي وأنا أنا جالي يغني، وأنا أنا حقيقة من الذين افتقدوا صوت عوض، لأنه أفتكر عوض يعبر بفقده للبصر ببصيرة في الغناء. نعم، ودائما كل ما الاقيه اقول له غني لي اغنية مصطفى العز، اخذوا اخذوا عن الغناء فعلا. الله يرحمه، الاغنية بتاعت ملام. الملام، ملام عبد الوهاب هلاوي. يا سلام، نحييه والحان في العيد يعني. الله يا اخي نقول له كل سنة وهو طيب. الحان مصطفى، الحان يوسف السماني. السماني يوسف السماني برضه نقول له كل سنة وانت طيب، وخليه يا اخي عبرك يا اخي عبر قناتكم الجميله دي. هو اصلا هلاوي عنده اصدقاء اثنين، مش بيقولوا في تيمان برقو ما بيتفرقوا، هم تيمان برقو ثلاثه، هلاوي وسعد الدين ابراهيم ومحمد احمد سركتي. يا سلام، نحييهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين يا. كل سنه وهم طيبين. لو مني مستني ملام السلام عليك يا سلام. لو مني مستني الملام السلام عليك يا سلام. يا حلو ده السكوت مرات كلام وعدم الملام وكمان ملام. السلام عليك السلام، يا سلام عليك السلام. أنا يا غرامي وصلت حتى الغرام، لا غرامي وصلت في الدنيا لحد الغرام، والميت ملامي عليك يا سيدي زي الملام. السلام عليك يا سلام، يا سلام عليك يا سلام. الفراش ما زنت لوم عن مدى الورد، لو فات الفراش ما زنت لوم عن
نداومة نقرع إحساس جميل والريدة يا حنين كداد الريدة يا حنين كداد السلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام السلام عليك السلام لو مني مستني الملام السلام عليك السلام يا حلو ده السكوت مرات كلام وعدم الملام وكمان ملام السلام عليك السلام يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا سلام يا سلام يعوض عليك ويا سلام على مصطفى. الله نحيي أسرته نحيي شعراءه ونحيي أهلنا في وادي سلفاب وفي كل الجزيرة الذين أنجبوا هذا الفنان الكبير. يا سلام أكيد الفنان العامر بالإحساس والباقي في صدور الناس وقلوبهم. أنا داير أسألك يا عاطف. نعم. مرة محجوب عبد الحفيظ الله يرحمه نرحمه بلاطف في اثنين مقعدين. نعم. فقال له يا فلان وفلان انا شايفكم دايما لما تجي العربيه تشيل الناس دايما بتكونوا تتونسوا مع بعض وكذا. فرايكم شنو نعقد لكم يعني؟ ده ايوه معوق ومعوق. معوق ومعوق وكذا. معوق ومعوق. ما بيتحركوا كذا. طيب قاعدين على كراسيهم. طيب. قال لي والله لطيف الزول ده. قال لي انا ما عارف وين حسي. قال لي لا بالله ما لو صبت نظر اللي بدخل الفرشاد. الحقيقه داير اسال انه اصحاب البصيره بيزوجوا كيف؟ يعني تجربتك انت الشخصيه يعني واضح قبل ليله وانت بتفكر في انك انت مقبل على الزواج. طيب كنت بتفكر في انه هل تتزوج امراه غير مبصره؟ المبصرة تخيل المرأة مستقبلك حالتك النفسية. أنا أفتكر أنه قلقك بيكون استثنائي أكثر من الآخرين. كيف يتزوج البصير؟ والله أنا فكرت في الزواج من أنا طالب يعني صغير كويس و يحنية من بدري يا شغل شوية يعني قديم يعني أردت أن أتزوج يعني كفيفة تخيل. يا سلام. ويعني فعلا انا حبيتها وحبينا بعض كده واي حاجه. فلما استشرت الوالدة الله يرحمها قالت لي بريت بلا تجيب لي بلا. خليه نصفي ولا اثنت لي على ان انا زوج كفيفه وهي طبعا كانت خاضه لي بنت اخوها يعني بنت اخوها. يا سلام. وما جايب خبر فجاء كده. المهم الحمد لله يوم 8/6/1990 تزوجتها بنت خالي ربنا يديها العافيه. واحتملتك. احتملتني حقيقة في البلفي والمافي. يا سلام. وعشنا حياة جميلة يعني. وطبعا في بعض الناس بيقولوا انه الكفيف ما بتزوجوا الا بعد قريبته.
المجبور عليه يعني. اي صحيح. فافتكر انه اخونا عوض المجبور ده مرات دم ومرات ريدة. ايوه اخونا عوض افتكر كسر الحاجز زي اتزوج واحده ما قريبته. فهو ممكن يواصل الحته دي؟ لا نواصل الحته دي لما نهدي لل هذه المرأة الصابرة المحبة عودة. يا سلام يا سلام يا سلام عودة يا سلام يا جدا سلام. جدا يا رب استهلا بالله في الحيدة جدا يا جميل يا عودة اشتغل عودة يا حبيبي اوعك تاني تزعل اه كفاية كفاية عذابنا اللي طول لو تأنى والصابر بيجى نصيبه لو تأنى أوعك يا حبيبي أوعك تاني تزعل أصل فراقنا والكان اسمه إرادة أصل فراقنا والكان وإرادة أوعك يا حبيبي أوعك تاني تزعل كفاية على ابن اللي طول يبابك
عدالة هبة. اوعك يا حبيبي اوعك تاني تزعل كفاية كفاية عذابنا اللي طول. حياتنا غنوة ونسيتنا صغير نسيتنا صغير أو بزهرة حلوة تاخد من جمالك تاخد من جمالك وتصبح ليلة سلوى تاخد من جمالك تاخد من جمالك تصبح ليلة سلوى. تقول يا بابا شوف يا ماما شوف يا بابا شوف يا ماما شوف يا يابا شوف يا ماما شوف شوف الدنيا حلوة. اوعك يا حبيبي اوعك تاني تزعل اوعك يا حبيبي اوعك تاني تزعل كفاية كفاية عذاب اللي طول. اوعك يا حبيبي. الله يا صوت مظلومة جدا عيون مظلومة. أنا إحنا في العيد طبعا بنرسل تحيانا لأسرة الفنان الكبير محمد عثمان وردي الذي برغم أن هذه الأيام أيام أفراح ولكن فراق هذا الرجل الكبير الذي وهب نفسه لمشروعه الفني مشروع السودان كله أضاف حزنا استثنائيا لهذا العيد. ونرجو من كل الأجهزة أن توثق هذا التاريخ لأنه نهر يجب أن يعبر كل قلوب الناس كما عبر النيل كل أرض السودان. نعم. وتحية خاصة إلى أسرة الراحل إسماعيل حسن هذا الفنان الذي لولاه لما كان وردي لأنه هو الذي اقتاده على دنيا الفن بهذه الكلمات التي أبت أن تبلى منذ 50 عام. يا سلام يا سلام. ولأسرته الكريمة كل التهاني والأمنيات. أنا حقيقة دارس لأخونا أستاذ إدريس عن تجربة أنا بفتكرها بالاستنارة بتاعته بالدراسة بتاعته بتنفع كتاب. أستاذ إدريس أنت لغاية 16-17 سنة كنت ترى الدنيا بكل جمالها بكل ألقها بكل صفائها. شفت الفار؟ وشاف شفت كل مبدعات الدنيا دي يعني. الحمد لله. وفجأة المسألة دي اختفت. نعم. حقيقة الحاجة دي محتاجة لها لتفسير نفسي وعقلاني وفلسفي وكذا. بعد ذاك تصوراتك للأشياء تبدو كيف يعني؟ يعني هل الأشياء ظلت في الذاكرة كما كانت ولا زادت خيال ولا بتتذكر الأشياء كيف؟ بتقراها كيف؟ بتنميها كيف؟ من خلال تجربتك وخبراتك القديمة. والله يمكن أنا أي حاجة شفتها زمان متذكرة يعني ما يعني أي شكل شفته موجود مطبوع في ذاكرتي لغاية حس. نعم. يمكن كمان يعني حتى إذا كان أنا شفته مثلا أخوي زمان والله يعني قبل كم 20 سنة قطع بصري قريب 30 سنة. طيب أنا حتى ممكن أواكب إنه حس بتخيل شكله مع مرور يعني بعد 30 سنة كبير بقى كيف يعني.
يعني بتخيل حسا لو شفتها ورصوا لي ناس قدامي بطلع ده فلان وده فلان وده فلان وده فلان اللي كنت شايفه من زمان. حتى الناس اللي انا ما شفتهم برضو بلقى انه يعني في صورة تنطبع في ذاكرتي من خلال يعني ما اعرف صوت الزول طريقة كلامه يعني زي ما قال صعود قبيلي انه حتى لما تسلم على زول في يده ممكن تتخيل حتى السلام على اليد ما ممكن يديك فكره عن شكلك. طيب اليد ما بصنع اصلا يعني. استاذ حسين يمكن هنا في تساؤل بيطرح نفسه تساؤل قوي جدا. هو قال انه كلما اي شخص هو رآه لا يزال يحتفظ بصوره له في خياله ومتخيل انه ممكن بمرور تقادم السنين هو يعني شكله يكون قال لي شنو. انا حقيقه عن نفسي اسال سؤال واجاوبه انه احنا العمايه اللي اتولدنا عمايه دي الاستاذ حسين ما بنحلم يعني في الحلم بتسمع صوت الزول ويشي لكن برضه ما بتشوفه. فادريس انت بعد مع ميت بتحلم بالناس بتحلم جميله يا بحلم بالاشكال بتشوفه؟ بشوفه في الحلم اشوفه يا اخي والله دي متعه والله. هو عنده خبره في الباطن موجود في البراد اشوفه حسي انتوا يعني حسي انتوا حلمكم برضه ما في صوت بس تمام يعني زي الفيديو ده جنبي جاي صوت اوديو يعني هسه العميان بقول لك يا اخي انا طبعا ما شفتك مجازا دي مش بابا عينك يعني مجازا هنا شايف الدنيا هنا ده شايفة دي بيحلم بها هي بس بحالة شايف ما شايف ما شايف. طيب أستاذ إدريس أنت خبراتك بتحت النظر القديمة الآن بتستفيد بها كيف؟ يعني أنت الآن مدير مؤسسات ناجحة جدا يعني يعني بتستدعيها كيف؟ بتستخدمها كيف؟ ولا هي حاجة مجمدة يعني؟ لا ابدا حتى يعني حتى لو حاولنا نبني حاجه ناسس حاجه بالوصف وصف لك انه حنعمل كده يعني الوصف بالنسبه لي بيبقى سهل يعني كون وصف له الحاجه دي حتعمل حتبقى كيف وحيكون شكلها كيف او حتى لما نجي حتى في كورس بتاع موبيليتي يعني كنا نجي يوصفوا لك انك يا اخي عشان تمشي وتتدرب تمشي حتى في الوصف انا بالنسبه لي يعني الامر يكون اسهل لانه كل الاشكال قدامي لما اقول له يا اخي هناك في مربوع انا بعرف المربوع ده شنو في ناصيه بعرف الناصيه دي شنو في ما بعرف في انا يعني الحاجات دي كلها انا شفتها بتخيلها بسهوله يعني اي وصف تصميمي بتاعنا بالنسبه لي بيبقى سهل جدا. طيب انت يعني انت افرض مثلا شفت مثلا عمنا الفاضل ادريس الله يرحمه الله يرحمه لما تستدعي انت زمان شايفه طبعا ايوه انت لما تستدعيه يعني مثلا عوض اكمه ما شاف اصلا فبيتخيل الحاجات حاجة تجريدية أنا ما أعرفه بيتخيل كيف يعني الشيئيات أنا ما أعرفه بيتخيل كيف لكن أنت لما تستدعيه وحسي أنت ما بتشوف بتستدعي الصورة كيف ما هي يعني بتشوفها هي الصورة القديمة هنا الفيلينج يعني الصورة يعني حتى أنت حسي أنا ما شفتك قبل كده أنا بتخيل لك شكل يعني بقوم شنو شكل خلطة من الأشكال شفتها زمان من خلال صورتك أنت هناك بقوم بتخيلك شكل معين حتى وانا شفتها حسي عوض وعاطف دين مش ما شاف حسي لو بيتكلم معاهم زول صر وشهم بتخيله صح؟ نعم تخيل عاطف عوض؟ نعم اذا المساله دي اقترنت يا استاذ حسين بتعابيره هو اللي نحن ممكن نحسها من خلال كلامه من خلال شفت التطش من خلال لمسه يده نحن ممكن الاحساس ده ممكن يوصلك يعني. طيب انا برضه في حاله هنا زي ما قبل قلنا انه فقدان البصر خشم بيه وتو درجات طبعا اخونا ربيع فقد بصره تدريجيا ايوه صح برضو الحاله دي بتشبه الحالات اللي تكلموا عنها ناس عوض يعني انت برضو بتشوف الحاجات كيف والله طبعا الاشياء والمعاني يعني انا بكون شفت ترتب على الحاجات يعني شفت الشجر شفت الالوان شفت الشوارع شفت الحاجات دي كلها وشفت اشكال الناس ذات وش مدور وش مستطيل واللون ابيض واللون اسود كل شفته فبتخيل ان الواحد بتخيل الحاجه على قدر ما شافها يعني انت منزله بين المنزلتين يعني هو طبعا
دي الحته اللي جبال كان بيتكلم عنها هو بيقول لك انا مثلا شفت مدى 15 سنه في الطفوله شاف حاجات بيذكرها في بعد ما بقى شويه جرب يصل لمرحله الشباب عاد بيذكر لكن بعد كده تاني ما شاف حاجه لان الشوارع دي اختلفت هسه بقت في شاشات مركبه فوق وفي انوار لمبات عمدان زادت زياده في مسائل كثيره حصلت يعني فتاني شفت منها جزء جزء طبعا في بعض الشيء زمان بقيت ما بشوفه لانه هسه انا بقيت ما بيعتمد على شنو على الحركه بتاعتي في الشوف لانه زمانك قبل ما الواحد يفقد بصره كله يعني الواحد كان بجزئي مو بقول عليه كفيف جزئي وكفيف كلي وكفيف بسيط طيب المغام ده ما مغام تعبير بقى انه يعني انا ما بعتمد على الشوف بقيت اعتمد على الموبيليتي اللي قبل دربك انت مثلا زمانك جيت جاري دقشت حيطه عملت حنايه بقول لك يا اخي ارجع ثاني تعال جاري شديد بنفس السرعه بتاعتك دي انت هنا حتقيف ما حتضربها يعني ما حتخاف بيشيل منك عامل الخوف انت لازم في الشارع تكون ماشي انت ثابت ما خايف فدي حته انا اكتسبتها برضه من الشغل بتاع زمان بتاع اللي هو احنا زمان كنا نتدرب على الحركه يعني مثلا لما تيجي تلعبوا كوره بتاعت المكفوفين بيلبسوكم كلكم هاي بيلبسوكم كلكم في عيونكم قماش اسود عشان الزول اللي بيشوف شويه اشوف ما يشوف الكوره هاي ايوه نعم فبقت يعني مثلا انت يعني تعتمد على انه شنو نفسك فانت لما اول حاجه يعني تعترف بانك بينك وبين نفسك تعترف تغير بانك انت زول ما بتشوف دي تخطها في مواجهه يعني الحقيقه في زينك دي تخطها في زينك لانه اول حاجه احنا زول لما يجينا كفيف جديد بنقول له يا عم انت عارينا اول حاجه ما يقبل الكلام ما حيقبل ايوه صحيح زي العساكر يا عميان لازم يا عميان دي لازم ترسخ لي في راسه انه واحد ما يتعقد منه ايوه ما يتعقد منه يشيله من راسه يشيل منه حكايه انه يشيل منه انه ما بيقدر يعمل الشيء ده يشيله برضه من راسه يعني ما يقدر يمشي يتحرك برضه ما يتعقد منه ايوه أيوة. لو لقاك زول في الشارع عاوز يساعدك يعني دي حاجه عاديه جدا ممكن تطلب المساعده يعني دي زي يا حلو ايوه يا حلو يعني لا انا اساسا هنا الاماكن اللي احنا شفناها زمان يعني مثلا الاماكن احسن مثلا منطقتكم دي هنا غاره وندرمان دي ما اقدر اوصفها لكن لو قلت لي مثلا حس اقدر اوصف لك تمشي ود نباوي والحته انا شفتها زمان ممكن اوصف لك بالحته تمشي كيف لغايه السوق الجديد اي انا شفت اوصف لك لكن انا هيدا مثلا ما شفتها زمان ما حقدر اعرفها بالوصف الله يا لكن انا صار تمشي استاذ حسين يا قصه الفارزه طبعا حكيت للجماعه لانه نكته لذيذه قلت لهم من نكات اصحاب البصيره انه في زول طول عمره عميان ففجاه فتح كده شاف لي فارق قدامه وعيمة ثانية لو الروق بس ليش تقولها عند الفار هذا الفار فبقت معيارية لي يقول له والله مشينا عمارة محمد حسين في مدرمان قدر الفار ولا أصغر منه فحسي أنا بفتكر إنه أستاذ إدريس عنده معيارية كبيرة وشاف الدنيا دي كلها وكذا بعدين أخونا ربيع شافه بالتدريب لكن المسألة الحقيقة يتستحق الاهتمام التجربة بتاعة أخونا عوض وعاطف الناس اللي ما شاف لما أنا أول مرة أعرف الحقيقة بتاعة إنه أنتوا ما بتقدروا تحلموا أنا أحلم بحسن خوجة لي يتونس معاي وأسلم عليه في يده بالصوت بس لكن لا شهور أبدع يعني كما إذي أنا FM زي أنا صاحي هاي يعني مثلا هسه زيتك بيت تكلمت عن الأسر يعني مثلا في أسر عندها أكثر من شخص ما بيشوف أبي مثلا يعني إحنا خمسة مكفوفين في البيت خمسة مكفوفين منهم من توفوا موجودين في البيت يعني فيهم اللي توفوا فيهم الموجودين موجودين إحنا اثنين هسه طيب نحن ربيع ده طبعا هو اللي علم الجماعه دي طبعا استاذنا الاول شيخ ما تغني لنا حاجه ربيع انت اللي اختار بطريقته طيب اديني كل الحسان شفته من كلمات الشاعر نزار عوض الكريم من تلحين الاستاذ محمد ابراهيم عباس شفت
تهن بالنسبة ليك ولا أي شيء الحسان شفتهن بالنسبة ليك ولا أي شيء ساعة تكون في حضرتك في حضرتك ساعة تكون في حضرتك في حضرتك تطرب قصايدي وتنتشي تطرب قصايدي وتنتشي شعاع الزينة واحترت ما قادر اقول بس في القصيدة ودونا شايل الوان الجمال يلبي شعاع الزينة شايل الوان الجمال يلبي شعاع الزينة واحترت ما قادر اقول بس في القصيدة ودونا كل ما أعاين للنجوم أنا للنجوم كل ما أعاين للنجوم أنا للنجوم والقاك نجمة ملونة حتى الزمان يتغنى بيك ويرقص معاك حتى الغنى يرقص معاك حتى الغنى لا 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 خاطري شفتك انت عيد حتى المدارات والفصول عشقاك انت وليك تريد يا رايا نبض القصيد في خاطري شفتك انت عيد رايا نبض القصيد في خاطري شفتك انت عيد حتى المدارات والفصول عشقاك انت وليك تريد يا احلى من طعم الحلا طعم الحلا يا احلى من طعم الحلا طعم الحلا واتغنى بحسنك نشيد واحتف واقول بهواك جد انا اصلي بعشقك سعيد اصلي بعشقك سعيد كل الحسان شفتهن بالنسبة لك ولا اي شيء الحسان شفتهن بالنسبة لك ولا أي شيء ساعة تكون في حضرتك في حضرتك ساعة تكون في حضرتك في حضرتك تطرب قصايدي وتنتشي تطرب قصايدي وتنتشي يا
سلام. جميل.